إذا مر الإنسان مواقف في تعاملات شديدة من الآخرين لا يعامل شدتهم بشدة ولا غلظتهم بغلظة ولا فظاظتهم بفظاظة ولا سبهم بسب، لا يقابل هذا بهذا، وإنما يدفع بالتي أحسن. أذكر مر علي كلاما عظيم الموقع لأحد أئمة السلف في سير أعلام النبلاء وهو عون بن عبد الله، قالوا في ترجمته: كان إذا اشتد غضبه من شخص، كان إذا اشتد غضبه من شخص قال بارك الله فيك، إذا اشتد غضبه من شخص قال بارك الله فيك. إذن إذا كان مرتاح، إذا كان الشخص الذي أمامه لم يغضبه مرتاح، ماذا سيقول إذا كان في شدة الغضب؟ بارك الله فيك، هذا من الدفع بالتي أحسن. لكن ما يؤتى هذا كل أحد، ما يؤتى إلا ذو حظ عظيم من الخلق الرفيع العالي المتين الذي يكرمه الله سبحانه وتعالى به. ماذا يترتب عليه؟ قال: ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، كأنه صديق من أعز الأصدقاء. وفعلا هذا يؤثر. الآن لو أن شخصا غلط عليك وقلت له: المعذرة يا أخي، سامحني، المعذرة، وهو الذي غلط، أنت بهذا تربيه على أن يلين، أن يهدى، أن يعرف كيف يتعامل معك، فهذه تربية منك له. ولهذا الفظاظة التي عنده يمحوها ويخفف وطأتها عليه لينك أنت، فيتحول كما أمر الله سبحانه وتعالى كأنه ولي حميم، أي كأنه صديق من أعز الأصدقاء. وهذا يعطي فائدة مهمة، وهي أن الخلق مؤثر، أن الخلق مؤثر ولا بد يؤثر في الناس مهما كانت شدتهم، مهما كانت عداوتهم، الخلق مع الاستمرار عليه والمداومة عليه يؤثر، لأنه يفتت الغلظة، يفتت الغلظة التي في النفوس ويلين الحدة التي فيها. ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يعني كأنه صديق من أعز الأصدقاء. لكن وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فيسأل المؤمن رب أن يلقيه هذه الأخلاق وأن يمن عليه بها، فبالدعاء والمجاهدة للنفس تحصل. حتى لو قال الإنسان بعضهم لما يتحدث عن الأخلاق الفاضة يقول: نحن قبيلتنا كلها حارة، وكلنا نار في نار، وكلنا غضب، ما هذا طبعنا. يقول: حدر جبل ولا تحدر طبع، هكذا تأتي كلمات يعني تجعله مكانه في. لكن إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. فإذا جمع بين أمرين، المجاهدة والدعاء، بإذن الله تحسن أخلاقه وترتقي إلى الكمال. نعم. قال: ويبده الصبر والحلم وسعة العقل، وفضل هذا الخلق ومرتبته فوق ما يصفه الواصف. يقول: يمده الصبر والحلم وسعة العقل، هذه الأمور الثلاثة تمد الخلق الحسن. المرء الذي ما عنده صبر لا يمكن أن تحسن أخلاقه، أن الأخلاق تحتاج إلى صبر. الصبر منع النفس، النفس أحيانا يكون فيها رعونة، فيها شدة، تميل إلى العنف، تميل إلى الانتقام، تميل إلى الأخذ بالثار، تميل إلى أشياء كثيرة من هذا القبيل. فإذا منعها، هذا هو الصبر، حبسها عما تميل إليه من شدة أو غلظة أو فظاظة، إذا منعها هذا خلق عظيما، يمنع نفسه مما تريد من اندفاع أو تهور أو شدة أو غلظة، فيحتاج إلى صبر.
ويحتاج إلى حلم يتأنى في الأمور يتروى، ويحتاج إلى سعة عقل حتى يفكر وينظر. ليست الحلول عند حدوث المواقف الصعبة حل واحد وهو الغضب والشدة، هناك حلول أخرى، لكن ما يمكن يصل إليها إلا بسعة العقل، يوسع عقله في النظر والتأمل، ماذا أفعل ماذا أقول، فيبدأ مع سعة العقل يصل إلى حلول أفضل مما من الحل الذي تندفع إليه نفسه لأول وهلة فيما لا يحمد عاقبته. سبحان الله، كم يحصل قضايا في البيوت في الأسر في التعامل مع في البيع في الشراء، دائما يحصل يعني مشكلات كثيرة كلها بسبب هذا الاندفاع، لكن لو وجد صبر وجد أنات وجد سعة عقل لا وصلوا إلى الحل الأمثل الذي تأتلف به القلوب ولا تختلف وتجتمع به النفوس ولا تفترق بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: ومن فوائد هذا المقام الجليل أن صاحبه مستريح القلب مطمئن النفس، قد وطن نفسه على ما يصيبه من الناس من الأذى، وقد وطن نفسه أيضا على إيصال النفع إليهم بكل مقدوره، وقد تمكن من إرضاء الكبير والصغير والنظير، وقد تحمل من لا تحمله من ثقله الجبال، وقد خفت عنه الأثقال، وقد انقلب عدوه صديقا حميما، وقد أمن من فلتات الجاهلين ومضرة الأعداء أجمعين، وقد سهل عليه مطلوبه من الناس، وتيسر له نصحهم وإرشادهم والاقتداء بنبيه في قوله تعالى في وصفه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك الآية، ويتولد عنه خلق الرحمة. نعم، هنا يعدد كما هي عادته وطريقته رحمه الله تعالى الفوائد التي يجنيها صاحب الخلق الحسن، الفوائد التي يجنيها صاحب الخلق الحسن، وهي فوائد كثيرة جدا. من هذه الفوائد راحة القلب وطمأنينة النفس، وفعلا صاحب الخلق الحسن في راحة ونعيم معجل في هذه الحياة الدنيا، لأن خلقه الحسن يعلو به على سفساف الأمور ورديئها ولا يقف عندها ولا يبالي لها، بل يدفعها بالتي أحسن وهو ماضي في علو أخلاقه ورفعتها، فيبقى مرتاحا، بخلاف الذي يقابل السوء بالسوء والغلظة بالغلظة والفظاظة بالفظاظة إلى آخره، هذا ينزعج قلبه ولا تطمئن نفسه ويبقى في غير وغل، وإذا أوى إلى فراشه تتراكم عليه الآلام من المواقف التي حصلت وأنه لم يأخذ حقه كما ينبغي إلى آخره، بينما صاحب الخلق الحسن ينام قرير العين لأنه منتصر في كل أحواله، رفيع في كل مقاماته بما آتاه الله سبحانه وتعالى من خلق حسن رفيع. قد وطن نفسه على ما يصيب من الناس من الأذى، يعني هو متوقع هذا، متوقع أن الأذى حاصل والناس أجناس ومعادن ويتفاوتون، فلا يظن أن الأخلاق يعني في الناس واحدة كما تقدم، بل متفاوتون والأذى متوقع، ولهذا يقابل هذه كلها بالخلق الحسن من صبر وحلم ولين ودفع بالتي أحسن. فبهذا يكون قد تمكن من إرضاء الكبير والصغير والنظير، يصبح محبوبا مألوفا ترتاح الناس إليه، ويصبح في مجتمعه مدرسة في الأخلاق، يتربى كثير من الناس على أخلاقه دون أن يكلمهم، وهذا في التربية أبلغ من مجرد الوعظ، هذا تربية بالقدوة، ولهذا بعض الناس يعني
حتى أنت لو فكرت ونظرت في تاريخ حياتك تجد أناس من جيرانك، من أساتذتك، من معلميك، من الذين تعاملت معهم، اقتبست منهم معاني في الخلق في الأدب بقيت معك، وربما لم يخاطبوك يوما أو لم يعظوك ولم ينصحوك، فيكون له تأثير رفيع جدا في انتشار الأخلاق وسموها في المجتمع الذي يكون فيه، لأنه يؤثر في الناس بالقدوة الصالحة. فهذا من فوائده، وهو من حسن خلقه يتحمل ما لا يتحمله غيره، قد خفت عنه الأثقال، وقد انقلب عدوه صديقا حميما، وقد أمن من فلتات الجاهلين ومضرة الأعداء، لأن عنده هذا الأسلوب الرفيع الذي هو الدفع بالتي أحسن، الذي يقيه بإذن الله سبحانه وتعالى عدوان المعتدين وأذى المؤذين. نعم.